قال الدكتور علي بن يحيى البحيري هذه الأبيات: يا خير شهور الأعوام ومنارة كل الأيام، أطربت جميع الأنسام بعبير الدين الإسلامي، في كفك تحمل قنديلا يتلألأ في الكون جميلا، لتنير دروبا وسبيلا بصيام فيك وبقيام. يا شهر الصوم بك البشرى، للفرحة ترسم والذكرى، وتخالج أنفاسك طهرا أرواح جميع الصوام. رمضان ملأت لنا الدنيا أقمارا تتوهج ضيا، وهتفت تنادينا هيا لعبادة ملك علام. يا أهلا ملء الأكوان، يا هبة المولى الرحمن، لبلوغ نباب الريان والعيش بأمن وسلام. يا أمة أحمد يهناكم، رمضان أطل وحياكم، فأضاء قدومه دنياكم بتلاوة ذكر وصيام. يا خير شهور الأعوام ومنارة كل الأيام، أطربت جميع الأنسام بعبير الدين الإسلامي. يا خير شهور الأعوام ومنارة كل الأيام، أطربت جميع الأنسام بعبير الدين الإسلامي.